السعودية تسجل زيادة مخيفة في إصابات كورونا، والسؤال هل حترجع الإجراءات المشددة؟ واعتزال المخرج الكبير داوود السيد يشعل جدلاً، المشكلة في صناعة السينما ولا الجمهور ولا هو شخصياً؟ والسماء مطرت سمك في أمريكا. أهلاً بكم. العالم كله بيسجل زيادة كبيرة في أعداد الإصابات بكورونا، خاصة مع متحور أوميكرون شديد العدوى والانتشار، والسعودية طبعا ما كانت استثناء. وزارة الصحة وفي تقريرها اليوم كشفت تسجيل 1746 إصابة جديدة، 90 منهم حالات حرجة، وتسجيل وفاتين و341 حالة تعافي. هذه الأرقام معناها زيادة 70% في أعداد الإصابات خلال 24 ساعة فقط. فأمس الحالات المسجلة كانت 1024، هذا طبعا غير الزيادة كمان في الحالات الحرجة اللي أمس كانت 69 حالة مقارنة ب 90 حالة اليوم. المتحدث باسم الصحة في المؤتمر الصحفي أمس كان تحدث على أنه المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في البلاد بيشهد تسارع عالي في الارتفاع. والمتحدث باسم الداخلية العقيد طلال الشلهوب في نفس المؤتمر كان حذر من زيادة الأعداد ووصفها بالمخيفة. لا تزال جائحة كورونا تلقي بظلالها على دول العالم، وما زال مؤشر المنحنى الوبائي يتصاعد بشكل ملحوظ ومخيف، قد يعود بنا إلى أيام لا نرغب في عودتها في حال عدم التزامنا بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمسارعة إلى أخذ اللقاحات المستحقة. بهذا الخصوص نؤكد الجميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل كافة الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميا. ومع التحذير من الزيادة والدعوة للالتزام بالإجراءات وقوانين كورونا، المتحدث باسم الداخلية السعودية حذر معها كمان من الإشاعات وإثارة الهلع. نحذر كل من يعمل على بث الشائعات ونشر معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيال جائحة فيروس كورونا، التي من شأنها أن تسبب إثارة الهلع بغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو بهما معا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة المقررة في المرة السابقة. الزيادة المخيفة والكبيرة في أعداد المصابين اليوم تحولت طبعا لحديث السعوديين على المنصات، وشفنا هذا الشيء عبر هاشتاغات وكلمات عديدة كانت الأكثر تداولا وأبرزها الحالات اليوم. والناس في نقاشها بعضهم عبر عن خوفهم، البعض كان مطمن أكثر، هذا غير نقاش انفتح حول تشديد الإجراءات من جديد. من وحي هذه النقاشات على المنصات السعودية حبينا نسمع آراءكم، وسألناكم عبر حسابنا على تويتر إنه مع هذه الزيادة الكبيرة في الإصابات هل بتتوقعوا عودة الإجراءات المشددة؟ الإجابات جات كالتالي: الأغلبية 68% قالوا نعم، أما البقية 32% فقالوا لا، ما بيعتقدوا إنه الإجراءات المشددة رح تعود. على العموم تنضم إلينا من الرياض مراسلة العربية فاطمة فهد، أهلا فيك معنا يا فاطمة. يعني واضح أنه في كثير أسئلة ومخاوف عند الناس، أنت كيف راصدتي ردود الأفعال؟
أهلا فيك سارة. فعلا في تخوف كبير بالأجواء هنا، تحسي أنه الناس فعلا فيها خوف، لكن الاحترازات تشددت، الاحترازات زادت، وهذا يبعث الطمأنينة للناس. يعني إحنا الآن في البوليفارد بالرياض نقدر نشوف اللوح التوعوية بكل مكان، نقدر نشوف الالتزام بالكمامات بكل مكان، وأيضا المنظمين اللي يشتغلوا هنا يعني ورا الناس على طول بأنه البسوا كماماتكم، التزموا بالتباعد، طول الوقت يذكروهم ويوعوهم، لأنه الناس لسه يعني لسه في زمن اللي بالأماكن العامة نمشي من غير كمامة، ولكن الآن مع الاحترازات والتشديد على الاحترازات كأنه الناس بدأوا يطمنوا شوي. وعندك فئة سارة اللي خايفين بزيادة شوي، اللي ظلوا قاعدين في بيوتهم. يعني إحنا صح إحنا في وسط الأسبوع، ولكن تقدري تشوفوا إنه قليل أعداد الزوار الآن في البوليفارد مقارنة بالأسابيع السابقة. يعني في ناس تطلع ولكن بخوف شديد وباحترازات، وفي الناس اللي كنسلت رحلاتها للخارج أيضا، وهذا شيء جيد لأنه يعني يعكس إحساسهم بالمسؤولية المجتمعية، يعكس إحساسهم بأنه لازم إحنا كمان ننتبه وإحنا علينا مسؤولية تجاه المجتمع. أيوة. وبعدين عندنا الفئة طبعا اللي تنكت وتمزح سارة، لأنه إحنا بطبعنا شعب فكاهي وشعب يحب الوناسة، فمهما اشتدت الأوضاع علينا وساءت الأمور راح نظل ناخذها بروح خفيفة. يعني في ناس يقولوا لك اللي يخاف من العفريت يطلع له، فليش نخاف؟ خلاص الحياة مرة واحدة. ورجعوا في ناس تاني بدأوا يطلعوا الكرم والأشياء هذه كلها، بيستعدوا لعودة الحجر يعني. طيب فاطمة، يعني أنت من أي نوع؟ أنت خايفة؟ أنت كيف كانت ردة فعلك على هذه الزيادة؟ صراحة أنا مثل باقي الشعب في نوع من الاستغراب والتفاجأ من الأعداد اللي قاعدة تزيد. يعني أنا حكيت مع بعض المنظمين هنا وحكيت مع بعض الأشخاص اللي يزوروا المكان بكثرة، قالوا أنه الكثير مستغرب من الأعداد الزايدة اللي قاعدين يشوفوها ومتخوفين بنفس الوقت. يعني ليش فجأة في يوم وليلة صارت الأعداد تزيد؟ لذلك صاروا حريصين أنهم يشددوا أكثر على التزامهم بالاحترازات وغسل اليدين وإقبالهم على اللقاح كمان زاد. يعني في ناس قاعدين يشتكوا أنه حتى المواعيد لأخذ اللقاح ما عاد صارت متاحة مثل الأول من الإقبال عليها. أيوة. طب هل في أي أخبار عن إغلاق؟ لأنه الناس كثير جالسين بيتكلموا عن هذا الموضوع. مثل ما ذكرتي سارة، مثل ما ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه كل شيء متاح وكل شيء يعني ممكن في حال ما التزموا الناس، في حال ما زالت الأعداد تزيد، ولكن مستبعد. يعني نعتقد أنه شيء مستبعد، لأنه يقولوا لك أنه مثلها مثل أي إنفلونزا ولا أي فيروس آخر، لابد من أخذ الاحترازات، لابد من أخذ اللقاح والحرص عليه، ولابد من الالتزام، ولكن في النهاية الحياة تستمر. أيوة، ولازم الناس تتطعم وتأخذ البوستر وكل هذا الكلام. أنت ما أخذ البوستر يا فاطمة؟ لابد. أنا أخذت بوستر رباني سارة، ولكن أكيد راح أخذه. أخذت بوستر رباني، جالك يعني كورونا؟ عندك أنتي بوديز لسه؟ إيه للأسف جاني. إيه. بالتأكيد. طيب فاطمة شكرا لك. ولو كنا يعني أنا وأنتي اليوم منسقين مع بعض الألوان، يعني كأننا كنا متفقين قبل الهوى نبسين نفس اللون. على العموم فاطمة إن شاء الله يعني كل الأمور تمام وما يرجع في لا حجر ولا إغلاقات. القلب غالب عليك سارة. يا حبيبة قلبي، لا كده خلاص أنتي أحسن واحدة في العالم. شكرا لك. كانت معنا مراسلة العربية فاطمة فهد، شكرا. فاصل ونعود مشاهدينا. أهلا من جديد. داود عبد السيد مخرج مصري كبير، اسمه مالي المنصات، من بعد ما صدم الجمهور بخبر اعتزاله، والسبب حسب ما قال إنه مو قادر يتعامل مع نوعية الأفلام اللي بيفضلها الجمهور حاليا، لأنه الجمهور بيبحث عن التسلية. يا رب دايما نشوفك بخير ونشوفك بعافية ونشوفك بصحة وننتظر أعمال كمان. حضرتك بتفكر في ده ولا لا؟ لا أنا خلاص اعتزلت الحمد لله. ما فيش مثلا بيرد في بالك أن أنا ممكن أعمل هو ده؟ أنا اللي أنا شرحت لك فكرة الجمهور اللي أنا شرحتها لك ديت. أنا ما أقدرش أتعامل مع الجمهور اللي موجود حاليا، يعني في النوع اللي هو بيفضله يعني.
ورغم أنه داود عبد السيد ما أخرج من سنة 2014، لكن القرار صدم كثار من السينمائيين والجمهور، وكمان طبعا فتح جدل واسع. ففي شركة يعني كبيرة خاصة من أو في شريحة كبيرة خاصة من السينمائيين شافوا القرار خسارة للسينما، وأنه مخرج كبير وأنه لازم اعتزاله يكون وقفة لتقييم الوضع الحالي في السينما. وفي ناس على الجهة الثانية شافت كلام المخرج الكبير إهانة للجمهور لما قال إنه الجمهور بس بيبحث عن التسلية. هذا غير إنه في شريحة ثانية شايفة إنه حتى لو الناس تبحث عن من السينما عن التسلية ففين المشكلة. ينضم إلينا من القاهرة عبر زوم الناقد الفني محمد عبد الرحمن. أهلا فيك معانا يا أستاذ محمد. هل المشكلة فعلا هو الجمهور بطل يبحث عن العمق ويبحث فقط عن التسلية؟ لا، هو بالتأكيد القضية الأستاذ داود عبد السيد قضية معقدة وليها أكثر من مدخل وليها أكثر من مستوى للتفسير. لكن أنا أختلف معه في أن اتهام الجمهور فقط، أو ربما أراد داود عبد السيد أن يلخص الموضوع فلم يصل يعني بالمعنى الحقيقي. هناك نسبة كبيرة من الجمهور بتحب الفن المسلي، لا تحب الفن اللي فيه عمق، لكن هناك نسبة أيضا كبيرة تحب ذلك. وأدراك مثلا بس هو يا أستاذ محمد يعني ما ينفع عمق وتسلية، يعني أنا ماني شايف إيش المشكلة يكون في اثنين. يعني ما هو عشان كده هي طبعا قضيه جدليه من سنه ثنائيه افلام المهرجانات وافلام شباك التذاكر. في الوقت هذه القضيه موجوده. وبالمناسبه داود عبد السيد نفسه حتى ما قبل 2011 كان افلامه بتتباطا، يعني فيلم رسائل البحر على سبيل المثال بطوله اسر ياسين بدا باحمد زكي، يعني فما كانش بيقدم مثلا كل سنه فيلم عشان يتقال ان هو بقاله سنين مش قادر يقدم. لكن يمكن هو بيعبر عن، او زي ما قال في تصريحات لاحقه، انه بيتواصل مع المنتجين بيتواصل مع فنانين فبيلاقي انه ما بقاش فيه اهتمام، ما بقاش فيه الرد بشكل مهذب. فيمكن ده فرق معايا. انا كنت بس عايز ادي مثال ان هو كان متواجد في مهرجان القاهره الدوره الاخيره بيحتفل بمرور 30 سنه على فيلم الكتكات، وكان المسرح مليان بجمهور معظمه شباب، يعني اكيد اللي كانوا حاضرين ما كانوش هم اللي حضروا الفيلم سنه 91. صحيح. بالتالي لا، الجمهور موجود، الجمهور الذي يحب افلام داود عبد السيد موجود. لكن فكره ممكن دائرة الإنتاج نفسها حصل فيها بعض التغييرات هي اللي عملت ده. ففكرة إلقاء اللوم على الجمهور دي اللي لازم نتحفظ عليها شوي. طيب إذا شلنا الموضوع أنه هو الجمهور، لأنه فعلا يعني فيلم الكتكات من الكلاسيكيات يعني. طب الآن يعني المنتجين كمان ما بيبحثوا عن العمق أو مثلا أشياء فيها رسالة؟ يعني إحنا برضو بنشوف أعمال قوية سواء سينمائية أو تلفزيونية بتحمل رسائل فعلا عميقة ومسلية. بالتأكيد يعني يمكن تكون مبادئ أستاذ داود، وهو طبعا يحترم على التمسك بها في كل الأحوال، تمنع مثلا هو يقدم مسلسل تلفزيوني من 5 أو 6 حلقات، مع أن المنصات حاليا بتوفر ده. ومخرج من يعتبر من الجيل التالي ليه اللي هو يسري نصر الله بيعمل مسلسل دلوقتي لمنصة شاهد. كمان يبدو أن الأستاذ داود لا يحب مثلا أن هو يحصل على تمويل من مهرجانات، أن هو يقدم مشروعه الى مهرجان ليموله زي ما بيحصل بيعمل الجيل الجديد من الشباب اللي بيقدموا سينما مختلفه. بالتالي هي فعلا قضيه متسعه، لكن فكره اتهام الجمهور نفسه صح يعني مش صحيحه. ونحن نتمنى انه تتوفر لداود عبد السيد الفرصه انه يعمل فيلم اخير او يعمل فيلم جديد، وان كان هو برضه قال ان التقدم في العمر ممكن يكون عائق، لكن هو ومحمد فاضل وانعام محمد علي والكثير من المخرجين اللي ما بيشتغلوش بقالهم فتره، اعتقد ان في اسباب كثيره منعت ده، ليس من بينها اتجاه الجمهور للتسليه، لان التسليه زي ما انت قلتي لوحدها مش مشكله ان الجمهور يتسلى، وفعلا ممكن يعمل الاثنين مع بعض. طب ممكن بنقول انه احنا انه الجمهور مش مشكله، الانتاج قد يكون في مشاكل، التواصل قد يكون في مشاكل، ايش في اشياء ثانيه بتعتقد انه برضه داخله في الموضوع؟ انا لو هتحطي ان انا عاصرت جزء من مسيره داود عبد السيد بقى لما بدات شهر صحافه، الممثلين كمان مشكله. مين من الاجيال دلوقتي يتحمل انه يقعد سنتين ثلاثه يحضر فيلم مع داود عبد السيد؟ كويس. مين دلوقتي من الاجيال هيبقى مستحمل ان السوشيال ميديا تهاجم الفيلم لو ما فهمتوش؟ في متغيرات في اللغه اللي بقت موجوده في طريقه التعاطي مع الافلام، اعتقد السبب اللي ممكن تخلي، انا زمان مثلا لما كنت بحضر تصوير افلام محمد خان الاخيره كان الفنانه تقول انا مبسوطه ان انا اسمي اتحط في السي في، يعني ان انا محمد خان اتحط في السي في بتاعي.
الفكر ده ما بقاش موجود عند فنانين كتير. بالمناسبه محمد كان سنه 2003 انا حضرت معاه تصوير فيلم ديجيتال كان اسمه كليفتي، وساعتها اضطر محمد خان يعمله ديجيتال لما كانت ديجيتال ساعتها هي الاستثناء، علشان ما كانش حد عايز يمول له فيلم سينما بشريط سينما. وبعدين عاد مره اخرى وقدم في شقه مصر الجديده وقدم امور اخرى. اذا القضيه قديمه، قضيه انه هذا النوع من المخرجين اللي نشا في الثمانينات والتسعينات وقدم احسن افلامه، من بعد سنه 2000 من بعد التيار المضحكين الجدد يا ساره بدا يبقى فيه اهتمام اكتر بالسينما التجاريه او السينما اللي تجيب ايراد سريع وانها تنفذ في عدد اسابيع اقل. المشكله قديمه، لكن يمكن في ناس عرفوا يتاقلموا معاها، في ناس ما عرفوا يتاقلموا معاها بتاتا، يعني احيانا تحتاج تمسك العصايه كمان من النص. بس كان عندي سؤال يعني من اول صراحة مأرقني، وكثير بشوف جلست في التعليقات يعني وكذا. طب وين المشكلة إذا مثلا فيلم 100% هدفه التسلية، أدخل مثلا أضحك أو أغير جو أو بس أبتسم أو أريح مخي، وين المشكلة؟ ليه بيتكلموا عن التسلية كأنها شيء تافه وغلط؟ لا، هذا النوع من النظره المتعاليه بالمناسبه بتستفز الجمهور اكتر وبتخليه على فكره، يعني عايز اقول لك ان جزء كبير مثلا من دعم الجمهور لمطربين المهرجانات عشان خاطر النظره المتعاليه ليهم، مش حبا في المهرجانات كويس، والدليل ان الناس بتسمع برضه كل المطربين. نفس الكلام في السينما، التسليه مش عيب، التسليه مش المفروض اصلا ما نتناقش هي عيب ولا ميزه، التسليه مطلوبه. لكن يمكن اللي بيزعل انه بيبقى في فتره كده كل المنتجين او كله بيروح للموضوع ده، تروح له باي سيناريو مختلف ما تلاقيش ده موجود. قبل كده لا، كان ممكن تلاقي عادل امام بيعمل الحريف مع محمد خان وبيعمل شعبان رمضان فوق البركان، يعني كان دايما في تنوع. احمد زكي نفس الكلام، كان عنده البيه البواب مثلا وبتلاقيه بيعمل في نفس الوقت افلام اخرى قيمه، او مش عاوز اقول قيمه يعني افلام للتسليه. وافلام كان محمود عبد العزيز في الكتكات كان بيحاول ان هو يحط بعض الافيهات لانه كان خايف ان الفيلم ده يبقى فيلم موجه للمثقفين بس، يعني برضه ساعات بيبقى الفنان عنده حس ان الفيلم لازم يكون فيه بعض التسليه. وكانوا بيشيلوها علشان يمشي مع شخصيه الشيخ حسني او هذا حكي في الندوه التي حكيت عنها قبل قليل. بالتالي كان في تنوع اكتر، لكن دلوقتي عشان يمكن التسليه هي الطاغيه او الافلام الخفيفه هي الطاغيه، فبيتقال انه وان كان السينما يعني اخر 3 4 سنين في مصر عشان كورونا بقت يعني حالتها اصعب شويه، فبيتقال ان ده الاتهام. لكن انا شايف ان الجمهور بينحاز لكل حاجه حلوه سواء كانت كده ولا لا، والدليل الكثير من الاعمال اللي موجوده حتى على المنصات، يعني في كثير منها بينجح، في كثير منها بيفشل، فيها عميق، فيها كده اللي هو الفكاهي وكل الخيارات. نحن بنشكرك على هذه المداخله، كان معنا من القاهره عبر زوم الناقد الفني محمد عبد الرحمن. رسميا سمح للإيرانيات بممارسة رياضة رفع الأثقال في أواخر ديسمبر 2020، يعني ما لحقت تكمل سنة حتى تم بعدين فجأة إرسال خطاب لكل الإدارات الرياضية في إيران بأكد حظر أي نشاط للسيدات في المجالات التابعة لاتحاد كمال الأجسام حتى إشعار آخر. السبب مجهول، والغريب مو بس قرار المنع بحد ذاته، لكن اللي موقع على هذا القرار ست، وهي مريم كاظمي بور اللي تم تعيينها كنائب وزير الشباب والرياضة لشؤون المرأة من حوالي أسبوع فقط، يعني منهم وفيهم. وبموجب هذا الخطاب اللي شايفينه وموقع عليه مريم، فالقرار كل المعسكرات وتراخيص دورات التدريب والتحكيم صارت كلها غير قانونية. ومو بس كده، فالقرار كمان دمر كل مخططات بطولة تحدي اللياقة للنساء واللي كانت مفروض أنه تستضيفه إيران أبريل القادم. من يوم ما ابتدت أزمة كورونا وصارت فكرة العمل عن بعد اعتيادية، هذا الشيء خلى الشركات في هذا الوقت تتفنن في أساليب المراقبة علشان تمنع التقصير وتتأكد أنه ما في تسيب يعني، وتتابع الموظفين كده عبر تطبيق أو كاميرا مثلا أو أنظمة من اللي بتراقب الوجود كده أونلاين، هذه اللي يركبوها على الكمبيوترات. وحتى فكرة يعني مراقبة الموظفين أونلاين كانت محط جدال ونقاش كبير، حتى خصوصا يعني في بداية أزمة كورونا وما إلى ذلك. بس في شركة صينية، يعني بصراحة هذه بتلعب في عالم تاني تماما، يعني كده هذه الشركة استحدثت كده نظام إلكتروني يراقب الموظفين وهم في المكتب لحظة بلحظة، يعني كأنه بيعد عليهم النفس، بيحسب عدد ساعات عملهم في المكتب كذا بالملي، يعني قاموا من المكتب، متى قعدوا، متى أكلوا، متى تحركوا. والحلو في الموضوع كمان أنه النظام مو بس بيراقب، لا بيجمع معلومات وبيحولها على السيستم العام اللي بيخصم من المرتب على طول.
الأمريكي وتحديدا في مدينة أو في ولاية تكساس كان في أو ولاية تكساس تحديدا كانت على موعد مع ظاهرة غريبة جدا، فالسماء مطرت سمك تماما مثل ما سمعتم مشاهدينا. الناس صحيوا الصباح لقوا سمك مرمي على الأرض يمين ويسار نازل من السماء، أما في ناس تانيين فلا، هدول كانوا جالسين في الليل وسمعوا الخبط برا، ولما طلعوا يشوفوا كانت الصدمة لأنه السمك كان مرمي على الأرض. والناس مسكت الكاميرا طبعا وبدأ التصوير وتوثيق للحظة. I noticed there were several dead fish like this one. Raining fish for a few minutes in Texarkana this afternoon. It happened around 4:30 p.m. according to an employee who works for the Ormax dealership on Summerhill Road. He says he and his coworker Brad heard loud noises and looked outside only to see fish falling from the sky. مثل ما شفتوا مو بس ناس، حتى كاميرات اعلام توجهت توثق الحاله وتسال الشهود ايش شفتوا، يعني الناس بتحاول تفهم كيف يعني مطرت اسماك. والتفسير جاء سريعا من مختصين رجحوا انه تكون هذه الاسماك انسحبت لجداول مائيه صغيره بسبب الرياح، وبعدين جات زوبعه قويه حملت معها هذه المياه باللي فيها ورجعت رمتها في مكان ثاني. والمفاجاه الاقوى انه هذه مو اول مره بتصير، سبق في 2017 مطرت سمك على الناس في كاليفورنيا، في 2005 مطرت في صربيا ضفادع. مشاهدينا خلينا نحن على المطر العادي في أمان الله.